انا اسمي محمد السيد وشهرتي حمادة وردة، هو المشروع بدأ معايا. انا شفت فيديو على الفيس لحد في القاهرة شغال نفس الشغل اللي انا شغاله كده، بس هو على سبرتيات، فانا قلت اغير الموضوع واخليه على الفحم. حاجة هتبقى جميلة وان شاء الله الزبون اللي بيجي لي بيمشي من عندي مبسوط، واسعاري قليلة برضو. يعني القهوة التركي عاملها ب5 جنيه، والقهوة الفرنساوي ب8. أزمة كورونا اللي احنا فيها مخلية إن البلد ما فيهاش شغل، فأنا فكرت في المشروع وقلت أنفذ فيه من 15 يوم، والحمد لله يعني ربنا قدرني. ولقيت لما كلمت مع حماية وقلت له أنا عايز عجلة عشان أعمل 1 2 3، هو متأخرش معايا وساعدني واداني العجلة من عنده كمساهمة ليا يعني في المشروع، وأنا كملت بقية المشروع. وهو المشروع كلفني من 1200 ل 1400 جنيه، والحمد لله يعني الزبون اللي بيجي لي بيمشي من عندي مبسوط. خريج دبلوم زراعة، متجوز ومعايا بنتين، خديجة 4 سنين ومكة سنتين. المدام بتيجي تقف معايا في المشروع طبعا، لأن أنا ممكن يطلب مني حاجة بره بروح أوديها، فهي بتبقى واقفة مكاني يعني.